جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة لحتى نقدر نبلش حياة جديدة أنا وياك. شو هالحكي هاد؟ أنا جاي لهون وحاطط ببالي إني عيش مرتاح وإنت عم تفكري إنك ترجعيني خادم؟ لا ما تفكري يا بيلا إني أنا جاي لاقي شغل هون. صار لي فترة عم دور على شغل منيح بس لحظة رح ورجيك هالوراق. أنا قدمتن عن طريق الإنترنت لشركات كتيرة. بيلا بس وضع شغلي الجديد يزبط رح اشتري بيت صغير لإلنا ونعيش أنا وإنتي ونيشي كلياتنا ببيت واحد. عن جد روبيش ما معقول قديش متغير وقديش عم بتفكر فينا وبمستقبلنا سوا. طيب إذا ما خفت عليكم واهتميت بعيلتي بمين بدي اهتم يعني؟ لأنه أنا كمان ماني مرتاح أبداً ولا عجبتني العيش بهالبيت، واللي خلاني ساكت وابقى هون هو أنتي ونيشي، وإلا كنت رحت وما كان عندي أي مشكلة لوين، وحتى لو بقيت بالشوارع هذا الشيء ما كان رح يفرق معي أبداً. بس بعد ما علقت مع أمي وتركت بيتنا وقتها قالت حماتي لبين ما تتصلح أموري ولاقي شغل فيني أبقى هون عندكم. بس أنا ضليت بهالبيت كرمالك. ماما بابا شوفوا طيارات ورائية حلوين وملونين. يا سلام حلوين كتير. قليلي مين عطاك إياهم؟ هذا جد اللي جاب لي إياهم. شو حلوين يا بنوتي. تعي خلينا نشوف ونجرب نطير الطيارات. لا مو هو.